فبالتالي نرجع ونقول يا حكومتنا المتقاعد والله تعبت حتى من الحكي. اولا صباح الخير على العراق العراقي، رمضان كريم على الجميع. حقيقه يعني حتى الكلام اصبح بدون جدوى، لانه ياما كان هناك تظاهرات وقفات احتجاجيه اعتراض، خاصه موضوع المتقاعدين. موضوع المتقاعدين اصبح يعني موضوع عقيم لدى الحكومه العراقيه والجهات ذات العلاقه، باعتبار انه المتقاعد بهاي الظروف العصيبه اللي تمر بها العراق، وخاصه هذا الضغط الاقتصادي بعد رفع سعر صرف الدولار، تاثر المتقاعد صاحب الراتب المتدني بشكل مو اعتيادي، لانه حقيقه يعني ارتفاع الاسعار اثر عليه، وخاصه اصحاب العوائل واصحاب الامراض وكبار السن، والنتيجه انه الحكومه العراقيه في وادي والمواطن العراقي وشريحه المتقاعدين في وادي اخر. الحلول الترقيعيه اذا كانت هناك حلول، الى متى هذه النداءات من قبل المتقاعدين؟ مللنا من كثر المظاهرات، مللنا من كثر المراجعات. نعم انه اصحاب حقوق، ولكن لا نلقى صدى لتلك المطالبات. يعني حقيقه لدينا تظاهره كبيره ان شاء الله بعد عيد الفطر المبارك من اجل انتزاع الحقوق انتزاعا من قبل اصحاب القرار، لانه وصلت الامور الى يعني حقيقه الى طريق مسدود. لم نجد اذانا صاغيه من قبل كل الجهات، ان كانت مجلس النواب، ان كانت الحكومه العراقيه، ان كانت هيئه التقاعد، البيبان كلها موصدة امام اصوات المتقاعدين. يجب ان تكون هناك حلول على الارض من اجل يعني حقيقه معالجه هذه الازمه اللي يعاني بها المتقاعد العراقي بشكل عام والمواطن بشكل خاص. شكرا. المتقاعد فلاح البرزنجي.